هنحكي اليوم على البيزك. يعني هي الحقيقة محاضرة رح تكون موجهة شوي لطلاب الدراسات أكثر من زملائنا الباحثين، لأنه نحن عم نلمس فيهم لما بيجوا لعنا على المركز الحقيقة بيبقى الطالب شوي ضائع، يا ترى أنه التكنيك لازم استخدم، وبيكتشف هذا الشيء بنهاية البحث أنه أنا أخذت التكنيك الخطأ للبروجكت الصح بالحقيقة، ولكن التكنيك الخطأ. هنبلش الحقيقة بموضوع البي سي آر. كل شيء مولكولار بيولوجيست بده الالف باء التكنيك هي البي سي ار، اني انا اتعلم شلون تصير البي سي ار. الاساس تبعها سهل جدا، هي صار لها تقريبا عشرات السنين، هي انك انت يكون عندك ماستر ميكس في كل التفاعل، كل مواد التفاعل من الدي ان تي بيز، التمبلت تبعك الاساسي اللي انت بدك تشتغل عليها سواء دي ان اي او سي دي ان اي، اضافه للتاك بوليميراز، وبتفضل بالنهايه بتحصل على منتج بعد التضخيم. هلا هي التقنيه اهم ما يميزها ان انا بدي استخدم طريقة مسميها تراديشنال بي سي ار، اني انا استخدم مركب ويوسم هذا الدي ان اي اللي هو ايتيديوم بروميد، الدراسات اثبتت انه هو كانسيروجينيز، وهو اللي بنشوفه نحن بالجيل الاجاروز، ما بنشوف نحن الدي ان اي، نحن بنشوف الايتيديوم اللي مرتبط مع الدي ان اي، وبيعطيني الكثافه. الكثافه هي الاساسي قديش انا عندي ماده اساسيه انا دخلت فيها بالتفاعل. الحقيقه هالتقنية استخدمت لعشرات السنين، وحتى العام 2000 لما كنا نحن بفرنسا نستخدمها هي لنحن نعمل عمليا السيمي كوانتيتاتيف بي سي ار. انا بدي اختبر التعبير الجيني لجينات معينه، فبدي اروح على البي سي ار التقليدي وروح رحل على الجيل، ولكن الطريقه ما هي كانت كوانتيتاتيف، كانت سيمي كوانتيتاتيف، بدي اشوف التعبير الجيني لجيني انا هدف عندي نتيجه معالجه مقارنه مع هاوس كيبنج جين مثل الجي اب دي اش او الاكتين، وأشوف قديش عندي صار في تغير بالتارجت جينز، وبحسبه على جهاز بنسميه جهاز جيلدوك، وبيعطيني نتيجة، ولكن هاي النتيجة وسوقيتها كانت تقريبا تنخفض إلى النصف مع هذا النوع من التقنيات. لحل هذه المشكلة تقريبا ببداية 2000 تم تطوير تقنية اللي هي ريل تايم بي سي آر، إني البي سي آر تراديشنال لحتى أقدر أشوف النتيجة لازم نسميها إند بوينت، تخلص التفاعل، رحل المنتج على الجيل أجاروز، يعني تقريبا عندي ساعتين وساعة ترحيل 3 ساعات لأدي شوف النتيجة. بينما راحت تقنية الريل تايم بي سي آر إني أنا شوف النتيجة كأني أنا قاعد بقلب أنبوب البي سي آر وعم شوف شو عم يصير بهالتفاعل هذا. الأساس تبعها راحت على محورين، إما نستخدم صبغة قريبة جدا للإتيديوم برومايد اللي هي سايبر جرين، أكثر أمانا، أكثر إشعاعا، حساسيتها أكبر، وهي بترتبط بالدي إن إي الدبل برين دائما، او اني اروح على تاكمان بروبس. تاكمان هي اسم تجاري لشركه تيرمو، انه انا استخدم مسابر محدده سبيسيفيك ترتبط بمناطق محدده بالجين، ولكن المسابر احد مشاكل اني لازم تكون موسومه باصبغه، فانا رحت على مسبر اضافه لصبغه، وبالتالي بالنتيجه بحصل على كيرف بالطريقتين سايبر جرين او تاكمان، بحصل على كيرف اللي بنسميه امبليفيكيشن بلوتينج. هذا الكيرف مقارنة بكمية الفلورة وعدد السايكلز بحصل على كيف بيطوروا اللينير، ونحصل على قيمة تقاطع الكيرف مع ثريشولد، نحصل على قيمة سي تي. مصطلح السي تي اللي كتير شفناه هلا بموضوع الكورونا، هذا المريض عنده سي تي كذا، فكل ما كانت هالسي تي هي عدد النسخ الأصلية اللي طلعت عند العينة، كل ما كانت قليلة معناتها هذا المريض عنده كمية من الفيروس أكبر، وكل ما تأخرت السي تي فهذا دليل أنه يا طور الشفاء أو بطور بداية الإصابة. بس نقول مسابر مفلورة، يعني عندي دايز، هالدايز هاي كثيرة دخلت الآن بالماركتينج، فأنا كطالب قبل ما بلش وأطلب كيتات أو أطلب دايز لازم أعرف شو الجهاز اللي عندي، شو الفلترز اللي بيقراهن، كثير مهمة. يجونا طلاب جايبين كيتات ولكن ما بتشتغل على الأجهزة اللي عندنا، فبدك تضطر كب كل شيء وتشتري كيتات جديدة. بنتبه أول شيء شو الجهاز اللي بدي اشتغل عليه، كم فلتر يحوي، وشو الدايز اللي بيقراها. الحقيقة الريل تايم قدمت لي خدمة، وخصوصا السايبر جرين قدم لي خدمة كنا كتير نشوفها بالتراديشنال بي سي آر، إنه يطلع معي جيل بهالطريقة هاي. عندي التارجت اللي هي تقريبا طولها 80، ولكن عم شوف هالسمير هذا، واضافه لعندي البرايمر دايمر اللي بالشكل العادي. الريل تايم بي سي ار كشف لي اياها مباشره، قال لي انتبه انت في عندك خاصيه اسمها ميلتينج كيرف، قبل ما تبلش هالبرايمرز هاد تروح للتارجت تبعك بدك تعمل له ميلتينج كيرف، هل بدك تتاكد انه البرايمر عم يعمل وان سبيسيفيك برودكت، اثنين يكون ما في برايمر دايمر، لانه انا وقت بصير عندي برايمر دايمر ايضا بياثر على الكيرف وبيعطيني نتيجه فوس بوزيتيف، فبده يكون البرايمر فيري سبيسيفيك. طب لا اتخلص من العمليه هي،
بترك السايبر جرين وبروح على البروب. طبعا احنا هون عم نحكي على تكلفة مادية مختلفة. البروبات او الكيو بي سي ار شو الابليكيشنز تبعها؟ الاهم شيء هي السنب اللي حكوا عنها الزملاء، اني انا بالجينوتايب عندي مرض معين، عندي سنب معروف عم اكد عليها، ففيني روح جيب تو بروبس، بروبس وايت تايب بتعرف على الحالة الطبيعية، وبروبس بيتعرف على حالة الميوتان، وبقدر اسوي فيها جينوتايب، وبحصل بالنتيجة خلال تقريبا ربع ساعة انه هذا المريض حامل للمرض او مصاب او سليم. إضافة للباثوجينيك مثل ما شفنا بالكورونا، كانت طريقة البي سي آر ريل تايم عالميا هي اللي عم تحل لي أغلب المشاكل. إذا رحت على مستوى الآر إن إي اللي هي الكيو بي سي آر، حقيقة تطورت بشكل كبير بهالموضوع هذا لأكشف التغير بالإم آر إن إي المستخلص من الخلايا نتيجة مرض، نتيجة معالجة، وروح على ما نسميه ريلاتيف كوانتيفيكيشن، شوف التغير بكمية الام ار ان اي للتارجت جينز مقارنة مثل ما قلنا مع هاوس كيبنج جين، وندخل بمعادلة ما بنسميها الدلتا دلتا سي تي لأحسب كم فولد صار عندي تغير بالتعبير. السايبر جرين عن تاكمان، السايبر جرين ما بده غير برايمرز وبيعمل لي ميلتين كيرف. التاكمان عندي الشغلة الأساسية تبعه انه تارجت سبيسيفيك، أكثر حساسية للمنطقة، نسبة الخطأ تقريبا تقارب الصفر، وبيقدر نعمل مالتيبلكسينج بالتاكمان، يعني بانبوب واحد فيني اكشف عن اكثر من تارجت اعتبارا من الجهاز اللي انا عم استخدمه. في اجهزه بتقرا حتى 7 دايز، ففيني اشوف 7 تارجت بنفس الانبوب بدون ما اعمل هالتكراريه اللي انا مضطر عليها بالسايبر جرين. الديزافانتاج عندي دائما بالسايبر جرين برايمر دايميرز ظاهره عامه، لانه اي سايبر بيرتبط باي دبل سترين فبيعطيني فوس بوزيتيف، ما فيني اسوي مالتيبلكسينج، ولكن بالتاكمان فيني اسوي مالتيبلكسينج، ولكن بدي احط دائما ببالي هي موضوع الهاي كوست. طيب الكوانتيتاتيف بي سي ار شو الانبوت تبعها؟ شو الماده اللي بدي ادخلها بالتفاعل؟ مثل ما حكينا يا دي ان اي يا سي دي ان اي. شو بستهدف؟ بستهدف منطقه بالريل تايم بي سي ار ما فيني اروح على التسلسلات طويله، دائما التسلسل تقريبا من 70 ل 200 بيز بير، وبشتغل على تسلسلات معروفة، بدنا نحط تحت منها 10,000 خط تسلسلات معروفة، وليس شلون ما كان أنا فيني اشتغل. قديش فيني ساوي بالرياكشن مثل ما حكينا حسب الجهاز اللي عم يشتغل، من عينة لخمس عينات. شو بيطلع معي بالنتيجة؟ بيطلع معي قيمة اللي هي حكينا هي السي تي. هالسي تي بدي فسر شو معناتها. الطريقة كوانتيتاتيف مقارنة مثل ما قلنا تراديشنال بي سي ار سيمي كوانتيتاتيف، وفيني نعمل مالتيبلكسينج، ولكن الديزافانتيج تبع الطريقه كلها انه انا ما فيني اكتشف فاريانت جديد. انا بدي اشتغل على فاريانت معروفه عند المرضى، ما بعرف اذا عنده او ما عنده، ولكن هالفاريانت لازم يكون معروف. ما فيني اقول والله بالريل تايم اكتشفت فاريانت جديد ما كان حدا بيعرفه. لحتى اروح ابعد من هيك، انا لا بدي اروح على فاريانت كمان ما لها معروفه، فبروح على موضوع السيكونسينج. السيكونسينج بدانا بطريقه كان اسمها سانجر سيكونسينج، كمان صار لها عشرات السنين، بتعتمد على أجهزة كابيلاري، بنرحل بنعمل بي سي آر، وبعمل عبارة عند مراحل تحضير العينة بي سي آر وتنقية ووسم بدي إن تي بيز متفلورة، وبدخلهم بقلب الجهاز لأقرأ النتيجة. شو الإنبوت تبعها؟ أيضا عندي دي إن إي أو بقدر سلسل سي دي إن إي، منطقة ماكسيموم 1 كابي ماكسيموم أو أقل. طيب أنا عندي منطقة أكبر طول الما في اضطر استخدم اكثر من برايمر لحتى اجري عمليه السلسله، والطول النظامي تقريبا 500 بيز بير. هل فيني اسوي مالتيبلكسينج بالسلسله؟ طبعا لا، رن واحد لنتيجه واحده. كل ما عندي منطقه بدي سلسله هي منطقه بحطها بانبوب وبقرا، ما فيني اعمل مالتيبلكسينج. النتيجه شلون بتطلع؟ الاوتبوت تبع السلسله مثل ما عم نشوف حاله نورمال، كروماتوجرام نظامي، عندي هيتروزايكوت بمنطقه معينه، بشوف عندي جي تحول لاي سنيب او موتيشن، او عندي هوموزايكوت فورا الجي كلياته مثلا تحول لاي بشكل كامل، بيضل عندي كروماتوجرام ثابت. طيب عندي ديليشن او انسرشن، بنلاحظ اذا كان عندي هومو بالحاله 3 بيطلع عندي كروماتوجرام مقروء، ولكن بالحاله 2 لما بيكون لانه انا عم سلسل قليلين، قليل جاي من الاب وقليل جاي من الام، فاجباري بصير عندي اوفرلاب بيكس، فعمليا من هالمنطقه ورايح ما عاد اقدر اقرا، فقط الاقراء اللي بصير عندي انه عندي صار انسرشن او ديليشن، بحدده حسب قاعده البيانات.
طريقة سريعة بتجاوبني على السؤال، إذا بدي سلسل منطقة معينة دور على سنيب، دور على جينة شو ترتيبها، ولكن ليست كوانتيتاتيف. السلسلة ما بتعطيني قديش عندي تغير، كميته قديش ما بعرف، ولكن بتقول لي في تغير. طيب السلسلة مفيدة لما بيكون عندي أنا أمراض مثل المونوجينيك، مثلا المنجلي عبارة عن تغير بالكودون رقم 6، فيني أحطه بالسلسلة وأقرأ. ولكن ماذا لو عندي أمراض مرتبطة بعدة جينات؟ فعندي صار الأمر صعب كتير، في مثلا أمراض مرتبطة بأربع خمس جينات، وكل جينة تقريبا فيها 10 أو 15 إكزون، أنا ما فيني أروح بهالكوست هذا العالي سلسل كل هالمنطقة هاي، فأنا أمام خيار جديد. فأنا بدايتي أني بدي أبدأ بالسانجر سيكونسيك صار عملية خطأ جدا، لازم أروح الأبعد مني. طلعت عنا تطور بموضوع السلسلة، صرنا عم نحكي على Next Generation Sequencing و Third Generation Sequencing. الحقيقة بالماركتينج في عنا صار أشكال كتير، أشهرهم هن شركتين، الحقيقة هي شركتين أمريكيات، إلومينا وتيرمو فيشرز، إضافة لعندي الثير جينيريشن يلي هو أكسفورد نانوبور. المبدأ البسيط طبعاً ما حندخل أبداً بالتفاصيل لأنه تاخذ محاضرات، إني أنا أخذ الجينومي كله تبع الخلية أو خلية نسيجية أو خلية دم، أطعه أعمل له ليجيشن مع ماركرز معين وأحطه على فلو سيل ودخله بأجهزة السلسلة ويعطيني نتائج. هلأ إذا مثل ما عم نشوف الجينوم، الحقيقة بصير عليه المناطق، بصير على نتيجة التقطيع بيحصل لكل منطقة أكثر من قراءة حسب وين متوقف عملية السلسلة، هي نسميه الريدز. لما أنا بجمع الريدز طبعاً كبيو انفورماتيك بيعطي عندي الكونتيك، وبيجمع لي الكونتيك مع بعض وبيعطيني بصير فل جينوم للمنطقة اللي بدي إياها كلها مع بعض. شو الابليكيشن تبع الان جي اس؟ انا على شو بدي اروح اشتغل؟ بشتغل اذا بدي اعمل هول جينوم سيكونسينج، طبعا مكلف، ولكن احيانا في اطباء بيقول لك انا بدك لهالمريض تعمل لي فول جينوم سيكونسينج، كل شيء جينوم عندك سلسله شوف لي شو نتيجه هالمرض، او لا انا بس بدي المناطق المكوده فانا باخذ فقط الاكزوم سيكونسينج، او بدي الابيجينيتكس. محاضرات امبارح شفنا اني انا ادور على مناطق المتيله بالجينوم البشري فباخذ epigenetics، او انا بدي ادور على سنيبس معينه فباخذ بنسميها امبليسيك، او لا انا بدي اشتغل فقط على مرض معين فبدي هالشركه تصمم لي بانل معينه فيها عدد من المناطق اللي انا بدي استهدفها، فبنروح على بنسميها بانل باثوي. هي حكينا على مستوى الدي ان اي، طب لو رحنا احنا على مستوى الار ان اي سيك، انا شو بدي؟ هل انا بدي اكتشف ار ان اي جديد او ام ار ان جديد او مير جديد عم يطلع من هالجينات او بيؤثر بعمل هالجينات؟ هل انا عم دور على ترانسكريبت ايزوفورمز لجينه معينه ما كنت لسه ما اعرفها، او انا عم دور على تارجت جديد كلياته ما بعرفه شو هو فبدي اروح على بنسميه ار ان اي سيك. بالار ان اي عن كيو بي سي ار، اذا كان انا عندي عدد السامبلز قليل وعدد التارجت ايضا 12 فانا ما في داعي اروح على الان جي اس، بروح على تجربه بسيطه من تاكمان بيمشي الحال. طيب زادت عدد السامبل وظل ثابت عدد التارجت بالعينه، ايضا فيني روح على بنسميه تاكمان اري. الشركات الريل تايم بتوفر لي، بتقول لك انك فيك تروح من 1 ل 96 ل 500 عينه على نفس البيت بتقرا. طب انا زادت عدد العينات وزادت عدد التارجت فانا ما عاد فيني روح على بني العادي، فلازم روح على ان جي اس. هلا الفرق بيناتهم طريقتين حساسين، ولكن مثل ما حكينا كيو بي سي ار ما بتعطيني تسلسلات او ما بتعطيني طفرات جديده مقارنه مع الان جي اس. المبدا الاساسي للتقنيه مثل ما حكينا هي عمليه تقطيع الدي ان اي وتهجينه على فلو سيلز ومن ثم تمريره على اجهزه. بينما الفيشر هي عباره عن تقنيه مثل ما حكينا، ما حفوت بالتفاصيل، عباره عن تقنيه كل ارتباط بين النيوكليوتيدين بغير درجة البي آش وبالتالي الجهاز بيتحسس، بينما النانوبور بيدخل السلاسل الكاملة للجينوميك دي إن إي بسلسلة أول مرة وبرد بسلسل الأنتيسنس. الحقيقة الشركات ساعدتنا بموضوع إنه أنت شو بدك تختار؟ أنت رحت قلت أنا بدي أشتري إن جي إس، يا ترى أنا جهاز بدي أشتري؟ مجموعة كبيرة من الأجهزة، طب أنا شو بدي أشتغل؟ مثلاً إذا أنا عم أشتغل على ريسيرش أونلي، أنت بيقول لك أنو ريسيرش، أنت شو الأمراض اللي بتهمك؟ او شو الدومين اللي داخل فيه. مثلا نحن عندنا بالجينيتك ديزيزز وبدي اشتغل على مستوى بانل، انا بدي امراض معينه اشتغل عليها بانل، فبيقولوا لي بقدم لك هدول مجموعه من التجهيزات بتاخذها وبتخدم لك. انت ما في داعي تروح تشتري جهاز كبير جدا ما يخدمك بالمخبر، خصوصا ان عم تقول بيرسونال لاب، او تروح على الاجهزه
صغيرة جدا من نفس الشركة ولكن ما بتخدمك بالموضوع تبعك. هي مثل ما حكى الدكتور إنه نحن نتيجة السلسلة اللي بيطلع معنا هيوج داتا، ليست الفرحة إنك تشتغل إنه أنا والله بدي أروح أساوي إن جي إس، بيطلع معك آلاف الداتا، هي كلها بدها تحليل. ما مو موضوع سهل ولا يمكن تكون بيرسونال، إلا بدها تكون عن طريق أخصائيين. فشركة ألمنا بتقول لك أنت بس تساوي إن جي إس في أونلاين، بتحمل الداتا تبعك النتيجة تبعك أونلاين وبنبعتها على مكاتبهم هنيك، بيحللوا لك إياها ضمن كوست وبيبعتوا لك النتيجة، بيقولوا لك هي سنيبس أو الطفرات اللي طلعت معك بالعينة. بينما شركة تيرمو قالت لك لا أنت ما في داعي، نحن عم بيعك سيرفرات جاهزة بتدخل الداتا عليها ويتم التحليل. طبعا الفرق بين الاثنين إنه بدك تكون أونلاين، فنحن مثل بلد مثلا مثل سوريا عليها أمبارجو ما فيك تفوت أونلاين، فأنت مضطر إنك تروح مثلا على سيستم لا يكون السيرفرات موجودة. إذا الـ NGS شو الـ input تبعه؟ عندي يا باخد جينوميك دي إن إيه أو باخد توتال آر إن إيه وبدخله للجهاز. شو بدي أشوف أنا؟ شو بدي أبحث؟ عن شو بدي أدور؟ أيضا قديش فيني أحط عينات بالسلسلة إنه ما بقدر أشوف غير عينة واحدة بران واحد لنتيجة واحدة، بينما بالـ NGS بقدر أشوف أخذ الجينوميك تبع أكثر من شخص وسمون بعدين قطعهم وادخلهم اعمل لهم بول مع بعض والبعض اخلطهم وحطهم بنفس الرن وبيعطيني تقريبا لحتى لألف عينة مع بعض وكل عينة بعدين بتطلع نتيجتها لحال. الـ NGS High Throughput أنا عم دور على شيء كبير جدا فبدي روح على NGS وبقدر فيها سوي Multiplexing، ولكن ما منقول هي Disadvantage، هي الحقيقة حالة طبيعية إنك أنت قدام جهاز سلسلة خلال ساعة يعطيك نتيجة، ولكن لفراجمنت صغيرة الـ NGS أحيانا بيضطر حسب نوع الشركة تقريبا من يوم لأسبوع كامل بتضل العينات بالجهاز حتى أحصل على نتيجة. بالنهاية السؤال اللي بنطرحه أنه أنا قدام كل هالتولز هي اللي قدامي أنا لازم حدد نقطة اللي بدي أنطلق منها، أنا شو مشروعي وشو بيلزمه لحتى ما أندم بالنهاية أقول أنا بلشت خطأ فما قدرت أوصل. الله يعطيكم العافية. شكراً.